المغرب ولا السعودية الأقرب للصعود من وجهة نظرك؟ انا اتمنى يعني الاثنين، كلنا نتمنى كل اتمنى من كل قلبي الاثنين فعلا، للاثنين فعلا لكن ممثلوا. المغرب أقرب تيالي. المغرب المغرب فرقه برضو كويسه، فرقه بتلعب باسلوب، فرقه عندها لعيبه كويسه جدا يعني، برضو عند اشرف حكيم الظهير الايمن ده لعيب كويس جدا جدا، صحيح. بيبتدي يشترك في الطابع الهجومي، هداف. لا لا، لعيبه كويسه. برضو المنتخب السعودي عنده لعيبه كويسه، فاتمنى ان شاء الله المنتخبين يوصلوا. المنتخب التونسي هل له عزوز؟ لا مش قوي التونسي برضو، خلي بالك يعني. الهزيمة الثانية في المباراة الثانية دي قللت الحظوظ قللت من والتعادل في الحظوظ. المباراة الأولى. طيب، برضو من وجهة نظرك المربع الذهبي، هل تقدر تقول لي مين الفرق أو المنتخبات اللي تقدر تصل للمربع الذهبي؟ يعني انا يعني في رايي كده، اما بجرد بتفرج كده وجاتي اسبانيا، أسبانيا، اسبانيا، فرنسا ممكن توصل، أسبانيا، فرنسا، فرنسا أوكي، ممكن توصل. تقدر تقول برازيل مثلا، البرازيل، مع ان البرازيل النهارده حتى كسبان 1-0 ايوه يعني، برضو بس برضو اداء وفنيات واداء مهاري واداء فردي، البرازيل برضو ممكن تخش في اللعبه دي، توصل توصل. الثلاث منتخبات دول ومين معاهم تاني يا كابتن؟ اتمنى، بقول لك اتمنى ان فرقه من الفرقه الافريقيه او الفرقه العربيه تدخل في يا في كابتن المربع ممكن الذهبي. مين يا كابتن؟ لا خلينا نتكلم مين؟ هل الكاميرون؟ الكاميرون انت حضرتك قلت لي اقلهم، انت حضرتك بتتكلم عن غانا او السنغال؟ ممكن السنغال، والله ممكن، وارد، حتى في غياب ماني وارد السنغال، عندهم برضو شويه لعيبه كويسين جدا. وبيلعبوا صحيح. بروح قتاليه عاليه جدا، ودي ميزه كويسه قوي على فكره في المنتخبات العربيه والافريقيه، ان بيلعب عنده روح. زي ما قلت لك، الاعداد النفسي، المدير الفني بيبقى ليه دور كبير جدا جدا في الاعداد النفسي، عشان كده اللعيبه تحس ان هي بتلعب بروح، مفيش قلق. يعني منتخب غانا النهارده، منتخب غانا النهارده ايه اللي كسبه؟ روح. تعال بص على المدير الفني النهارده على الخط ال 90 دقيقة، وبيوجه وبيزعق وبيدي انطباع للعيبة ان اللعيبة دي لازم يبقى عندها حافظ جوه الملعب.